إلى أين يتجه مسار العلاقة بين النظام وقسد بعد الاتفاق الأخير؟ وما مدى حجم التأثير الروسي على العلاقة بين الطرفين؟ كيف يبدو واقع المكون العربي ضمن تلك التطورات؟ وماذا ينتظر المنطقة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة؟ كل هذا وأكثر في مؤشر الحدث مع نور الهدى مراد الليلة على تلفزيون سوريا.